مجموعة كبيرة جدا من التوصيات. طبعا يعني التوصيات دي أصدرتها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم زي ما شفنا، وكانت الحقيقة متضمنة توصيات مهمة جدا، كان منها إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان جائزة زويل تايلر للتميز العلمي نسبة إلى العالم المصري. زويل حاصل على نوبل في الكيمياء، والجنوب أفريقي ماكس تايلر الحاصل على نوبل في الطب. دي مهمة جدا جدا. الدعوة لعقد منتدى اقتصادي أورو متوسطي لتجمع دول الشراكة بشكل دوري، تدشين نموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط، تنظيم منتدى لرواد الإعلام الأفريقي، مبادرة أفريقيا واحدة، تحديد تكامل بين الدول القارة وغيرها من التوصيات. تعالوا نشوفها مع بعض على الإنفوجراف ونرجع لكم مرة تانية.